أن يحتفل فريق الصقور السعودية وبشرف حضوركم هذا العام بالذكرى العشرون على تأسيسه. دخل فريق الصقور السعودية موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية برسمه أكبر شعار دولة في السماء وهو السيفين والنخلة. يهم الآن بالدخول من على يسار المنصة فريق الصقور السعودية لأداء عروضه الجوية. دخول في تشكيل المعركة المثلث الكبير، صعود إلى الأعلى حيث يقوم الفريق على سرعات منخفضة وزاوية صعود حادة إلى تغيير الشكل إلى شكل الدرع وعمل دوران كامل بالأعلى ومن ثم الانقضاض إلى الأرض، كما ستستمعون إن شاء الله إلى محادثات الطيارين فيما بينهم عن طريق الجهاز اللاسلكي اللاقط لأصوات الطيارين داخل الطائرات. تم تأسيس هذا الفريق في عام 1418 هجرياً، وقد أطلق عليه هذا المسمى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز يرحمه الله. ومنذ تأسيس هذا الفريق يا سيدي قام بإبراز الوجه المشرف للقوات المسلحة عامة ولقواتنا الجوية خاصة في المحافل الداخلية والدولية، وإظهار مهارات الطيار السعودي واحترافيته على تطويع الآلة، حيث أن جميع أعضاء الفريق قد عملوا على الطائرات المقاتلة في الخطوط الأمامية. يتقدم الفريق الآن من على يمين المنصة بالدخول والارتقاء إلى الأعلى ومن ثم تغيير زاوية الانحدار لعمل شكل الخيمة. الانفصال الآن. بعد هذا الانفصال سيعاود الفريق التجمع مجددا لأداء تشكيل نعتز به جميعا وهو شعار الوطن رسم السيفين والنخلة. سيدي ستقوم خمس طائرات برسم النخلة رمز البذل والعطاء، وستقوم طائرتان برسم السيفين رمز الحزم والعزم. يقود الفريق لهذا العام سعودي واحد وهو المقدم الطيار موسى بن يحيى الفيفي، سعودي اثنان هو النقيب الطيار عبد العزيز بن إبراهيم البيضاني، سعودي ثلاثة هو النقيب الطيار سعود بن حسن المحمادي، سعودي أربعة هو النقيب الطيار محمد بن عبد الله الفارس، سعودي خمسة هو النقيب الطيار عبد العزيز بن عبد الله الفالح، سعودي ستة هو الرائد الطيار عبد الرؤوف بن طلق السلمي، سعودي سبعة هو الرائد الطيار محسن بن موسى معشي. لم تعرف الأرض أغلى منك يا وطنا مشى عليه النبي الحق بالقدم، يا مهبط الوحي يا تاريخ أمتنا، يا مشعل النور للأمصار في الظلم، إليك تهفو قلوب الناس قاطبة وترتمي فيك حول البيت والحرم. من أمامكم يا سيدي السيفين والنخلة. علوت يا موطني وازددت مفخرة، كل يرى المجد قد حلاك بالعظم، أنت الذي في قلوب الشعب مسكنه، أنت الذي في قلوب الناس لم ترمي. تهم طائرتان الآن بالانفصال والدخول من على يمين ويسار المنصة ليتقابلا وجها لوجه.
دخول الثنائي من على يميني ويساري المنصة. ومن ثم يقومان بالالتفاف حول بعضيهما في مناورة قصيرة أمام المنصة. الاستمرار بالعطاف يمينا ويسارا والالتقاء أمام المنصة. تقوم خمس طائرات الآن بالدخول من أمام المنصة لعمل إحدى الحركات الخطرة، وهي التفاف الطائرات على بعضها البعض بمسافات قصيرة جدا. دخول التشكيل من أمام المنصة. سيهم سعودي ستة وسعودي سبعة من على يميني ويساري المنصة لعمل المواجهة المتقابلة وجها لوجه. يقوم الثنائي الآن بالدخول من زاوية 45 درجة من على اليمين واليسار والالتفاف الرجوع والتقاطع أمام المنصة. ومن أمام المنصة وإلى اليسار قليلاً بزاوية 45 درجة دخول ثلاث طائرات في تشكيل رأس السهم، بينما تقوم الطائرة الرابعة بالالتفاف على المجموعة. الدخول من على يسار المنصة. ومن أمام المنصة يا سيدي رسم القلب والسهم في السماء. تقوم طائرتان برسم القلب، وبعد اكتماله تقوم الطائرة الثالثة برسم السهم. حركة يتطلب فيها الدقة في الأداء والاحترافية في التنفيذ. سيعاود الثنائي الآن بالدخول من على يميني ويسار المنصة لعمل التقاطع المتقابل، وذلك برفع المقدمة الطائرة عند الالتقاء أمام المنصة.
فيما يغادر هذا الثنائي تهم باقي المجموعة بالدخول من على يمين المنصة سعودي واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة لعمل حركة الانفصال المتتابع، حيث يقوم سعودي اثنان وثلاثة بالانفصال من داخل التشكيل والعودة مرة أخرى، ليقوم سعودي أربعة وخمسة بعمل نفس الشيء ولعدة مرات. الدخول من على يمين المنصة. ومن أمام المنصة مباشرة تقوم طائرة بالالتفاف القريب على الطائرة التي بالأمام قبل أن يتقاطعا وجها لوجه. سيقوم سعودي سبعة وسعودي ستة بالدخول من على يمين ويسار المنصة لعمل التقاط الأخير لهذا الثنائي وعلى مستوى منخفض بعمل حركة المرآة، حيث أن يقوم كل طيار بإمالة قمرة القيادة باتجاه الطيار الآخر عند الالتقاء أمام المنصة. ومن على يمين المنصة تهم طائرة منفردة وعلى ارتفاع منخفض بالدخول لتتجه إلى يسار المنصة بزاوية 45 درجة وتقوم باختراق التشكيل القادم من ذلك الاتجاه والدخول العكسي للطائرات. يقوم فريق الصقور السعودية وبطائراته السبع بالتجمع مجددا لعمل آخر حركة له في عرض هذا اليوم وهي حركة الانفجار. إن الفكرة السديدة من إنشاء فريق يقوم بأداء العروض الجوية التي يتطلب أداؤها الكثير من الجهد في التدريب والاحترافية في التنفيذ هي في عكس الصورة المشرفة لما وصلت إليه قواتنا الجوية الباسلة من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد وشمولية في الأداء بالسلم والحرب. به قبلة الدنيا بمكة بوركت وقد شع نور الحق من فوق تربه، كذا طيبة طابت بطيب نبينا
وآل كرام واستنارت بصحبه، وفيه رياض الحسن قد وفيه رياض الحسن تبدو بحسنها، تطورها فاق الجميع بوث به. لنا ملك قاد البلاد بحكمة، ترقى بنا للمجد غاية دأبه، فيا رب باركه وبارك جهوده، هو الوالد المحبوب من كل شعبه. سيتقدم فريق الصقور السعودية الآن من أمام المنصة لعمل حركة الانفجار. نهاية العرض الجوي، أرجو أن يكون قد نال على استحسانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.